أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف أنا أنت أعظم نادي في الكون الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على الظهور في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. وقدم الفريق عرضا قويا تحت قيادة إيهاب الألفي المدير الفني للفريق، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 64-62 ليواصل عروضه القوية في البطولة. ونتابع في التقرير التالي. الحمد لله على المكسب، 3 بونت مهمين يخلونا الحمد لله لسه متصدرين البطولة. نستنى النتائج اللي ورانا، وبكرة راحة، وعندنا خميس وجمعة إن شاء الله هليوبلس، الخميس هليوبلس والجمعة جزيرة. أدائنا مش كويس بالذات في الكورة التالت والرابع، أدينا الكورة الأولاني والتاني كويس، دفعنا وجرينا في نص بريك. في المان تو مان كنا يعني مش في احسن حالاتنا، في الزون كنا كويسين. نسبنا وحشه النهارده، امبارح جايبين 97 بونت، النهارده 64 بونت. ماشي يعني في بنات تعبانه وبنات يعني ريحتها النهارده شويه، الناس لعبت امبارح جيم كبير ولعبوا وقت كبير، بالاضافه الى الثلاثه اللي ما لعبوش المصابين، فده اللي خلى السكور يعني او الجيم يقفل في الاخر. لكن في النهايه الحمد لله الثلاثه بونت هو ده الاهم بالنسبه لي، وبكره عندنا تمرين خفيف ونستعد للهليوبس ان شاء الله. عندي النهارده نور علي طلعه، نور طلعت بره السكور للايقاف. عندي النهارده سؤال ركبتها وجعها مش بتلعب، ريم موسى وهاله، ريم لعب الدقيقه عندها يعني صداع، ما لعب الدقيقة، وهلا لعبت اخر 7 دقايق بس، فده 4 لعيبة من المفروض ان هم لعيبة اساسية يعني. احنا بقالنا ماتشين كويسين قوي، بس النهارده ما كانتش ماشية معانا قوي يعني، ما كانش فيه توفيق، فكنا بنلعب كويس قوي بس كنا بنضيع، فعشان كده بس. لكن احنا يعني الحمد لله واثقين ان احنا هنكسب ان شاء الله، بس هو ما كناش متوفقين، بس بادئين البطولة دي كويس قوي، واحنا ان شاء الله هناخدها يعني. واحنا زي ما كابتن ايهاب دايما بيخلينا نعمل يعني ديفنس اهم حاجه، فاحنا بندافع كويس قوي، وبرده الهجوم الحمد لله يعني، وان شاء الله هناخد البطوله يعني. انا كاتر، واي حد في الملعب يعني كاتر او بيفت او ميكر هو اهم حاجه الديفنس، وعشان انا كاتر بقى اهم حاجه ان انا اجري على الفاست بريك والشوطه يعني، اما تجيلي اوبن شوت لازم اشوطها وكده يعني. والله هو امبارح احنا الكابتن كان نازل 100% اللي هو عايز يكسب، بس النهارده قال شويه ما نزلش بالفول باور بتاعه، ريحني انا وريح ريم موسى، وفي ناس كتير قوي لسه راجعين من اصابات بدا بيهم عشان يديهم الثقه، بس الحمد لله في الاخر برده احنا عملنا اللي علينا، واحنا برده ما استسلمناش لحد اخر ثانيه بنلعب، الحمد لله كسبنا. ما فيش فرق وحشه، ما فيش فرق مش كويسه، كل الفرق مستواها كويس، في طبعا في اختلاف في المستويات، بس طبعا الظهور فرقه محترمه وكويسه. هو طبعا انا بقول الاداء الهجوم الاداء الدفاعي، لان الهجوم اي حد بيجيب باسكت، بس مش اي حد بيمنع الباسكت، فانا بتهيالي هو اللي خلانا اللي خلى فرقه الزور تعلى علينا كده، اللي احنا ما عرفناش نوقفهم وما عرفناش نخليهم ما يجيبوش باسكت. اول حاجه الحمد لله احنا نشكر ربنا على المكسب، هو الماتش بس يعني زرجن شويه علشان ضغط الماتشات ورا بعض، فاحنا مجهدين مش اكتر، لكن احنا بنحترم كل الفرق، وفي الاخر الحمد لله لما شدينا كسبنا الحمد لله. كل الفرق زي بعض، بس هي الفرق بس ان ضغط الماتشات ده تالت ماتش لينا، فلاعبين ماتشين ورا بعض جامدين، وده ماتش برده يعتبر جامد، فهو ضغط الماتشات بس مخلينا مجهدين شويه. يبدا الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي التجهيز لمواجهه هليوبلس المقبله
في أول مباريات الفريق بالدورة المجمعة الأولى من دوري السوبر للمحترفين والتي تقام غدا الخميس بالإسكندرية. وقام الجهاز الفني بقيادة طارق خيري بالتأكد من عدم وجود أي إصابات ومعرفة مدى جاهزية الجميع. ويذكر أن الفريق يخوض دورة مجمعة في الإسكندرية أيام 8 و 9 و 10 من فبراير أمام فرق هليوبلس والأولمبي وطلائع الجيش، قبل أن يخوض الفريق دورة المجمعة الثانية بجولة الإياب أيام 15 و 16 و 17 من فبراير في القاهرة. يختتم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة نادي بورسعيد المقرر لها غدا الخميس على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. ويخوض الفريق مرانا بدنيا في الجيم قبل أن يؤدي فقراته الخططية على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة. ويسعى الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد إلى الفوز بالمباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على الصدارة بعد استئناف مسابقة الدوري والتي توقفت بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية بالجابون. وصل فريق الاسكواش بالأهلي تحقيق النتائج الجيدة ببطولة الأهلي للاسكواش والمقامة بملاعب النادي بمقر الجزيرة وتستمر حتى يوم 8 فبراير الجاري. ونجح الأهلي في التأهل لدوري قبل نهائي في البطولة وينافسون بكل قوة على الفوز باللقب. ونتابع في التقرير التالي. اشكر الناس يعني هنا واللعيبه كلها انها مقديه على اعلى مستوى، والحمد لله احنا لحد دلوقتي دخلنا 4 لعيبه في السيمي فاينل، ولسه في كذا يعني اكتر من لعيب او اكتر من 6 لعيبه او 7 لعيبه هتخش لسه السيمي فاينل تاني. الماتشات ورا بعض وزي ما انت شايف كده كلنا واقفين مع اللعيبه هنعمل حاجة كويسة البطولة دي إن شاء الله، يعني أحسن من البطولة اللي فاتت إن شاء الله. المستوى الفني على أعلى مستوى، لأن طبعا أنت عارف كريم عبد الجواد بطل العالم واللعيب رقم 1 عندنا في النادي وموجود في البطولة وبيلعب البطولة، وعندنا كابتن أحمد حسني برضو رقم 2 على البطولة برضو هيوصل إن شاء الله فاينل إن شاء الله بإذن الله، وعندنا كريم مجدي وعندنا مصطفى عسل عنده سيمي فاينل 17 سنه دخل سيمي فاينل 17 سنه وعنده ماتش كمان شويه على الساعه 4 كده برضو ان شاء الله هيخش سيمي فاينل في 19 سنه، وعندنا كذا واحد وصلوا يعني عندنا حسين سالم كمان وصل في 17 سنه سيمي فاينل وكان بيلعب مع ولد من عندنا من الاهلي اسمه يوسف ياسر، كان ماتش جامد على اعلى مستوى خلص 3-2. احنا ان شاء الله بدانا ننظم الاحمال البدنيه قبلها بفتره، احنا اوريدي عاملين فتره اعداد قبل البطوله نظرا ان احنا عايزين نحقق يعني كاسات كتير ان شاء الله البطوله دي، يعني ان شاء الله احنا داخلين على حوالي 10 كاسات اهو ان شاء الله ربنا يكرم، يعني نتوقع ان احنا نوصل ل 10 كاسات ونوصل لاعداد اكبر. يعني بالنسبه للياقه احنا الاولاد كلهم الحمد لله، ناحيه الاصابات احنا واصلين للمرحله اللي احنا الحمد لله اللعيبه عندنا ما فيش اصابات،
في منطقه برضو اللي احنا نوصل ليها، اللي احنا عايزين نوصل الاولاد للمرحله ان هم يخشوا الماتشات كلها، عايزين يكملوا الماتشات. انت عارف ماتشات دلوقتي كلها بتوصل 5 جيم، والخمسه جيم محتاجين فتنس لياقه عاليه جدا، فاحنا الحمد لله بنكمل معاهم، ويا مسهل يا رب ان شاء الله نوصل لحق. اغلبيه الاصابات نادرا يعني عندنا الاصابات الركبه دي، يعني نظرا للسكواش فيه حركه سريعه شويه، فممكن الركبه تتصاب، الانكل بتاع الرجل برضو ممكن يتصاب، بس الحمد لله الاصابات عندنا في البطوله او عامه في السيزون ده يعني توصل ل 10% يعني الحمد لله. دي الموسم الثاني للبطوله او الموسم الاول للبطوله في وجود المجلس الاداره الجديد. البطولة السنة دي كان فيها عدد لعيبة تاني أكبر عدد لعيبة في البطولات في الموسم بعد بطولة منطقة القاهرة. بطولة منطقة القاهرة كان فيها 1138 لعيب، وإحنا تاني رقم بعديها 1003 لعيب. بظل برضو إن كان فيها قبلها بطولة منطقة بورسعيد، فبرضو كان العدد كان ممكن يزيد عن كده أكتر. وأول بطولة برضو في الموسم يزيد أيام البطولة لسبعة أيام بدل ست أيام، يعني كل ده بسبب الاقبال بتاع اللعيبه وسبب العدد اللي موجود عندنا يعني. والحمد لله بالنسبه لمشاكل اي بطوله موجوده قبل كده شفناها لحد دلوقتي زيرو مشاكل، يعني مفيش حاجه طبعا غير مشاكل، بس حاجات اللي هي الحاجات اللي هي الطبيعيه اللي بتحصل بالنسبه مواعيد بتاع الكلام ده كله، بس برده مش زي اي حاجه ثانيه الحمد لله. يعني هي بتتنسق من الاول بالنسبه حتى للدرو، من اول القرعه ما بنيجي نعملها قبل البطوله بحوالي 10 ايام بتتحط طبعا بالادوار. احنا طبعا نظام البطولات بتاعت السكواش كلها بتبقى نظام نوك اوت خروج المغلوب، بتبتدي طبعا من 128 او 128 تمهيدي لو العدد زايد على 128، وبعدين بيبتدوا يخشوا كل يوم بيتفتح فيه مرحله معينه في او دور معين، 128 64 32 16 تمهيدي 16 رئيسي وهكذا بقى لحد ايه دور الثمانيه سيمي فاينل الفاينل لحد اخر يوم في البطوله كده ان شاء الله. فكل ده معمول حسابه محطوط بالمواعيد، الحمد لله ما كانش فيه اي تاخيرات لحد دلوقتي، الدنيا ماشيه بحدك بنسبه كبيره جدا ماشيه في مواعيدها الحمد لله. يعني البدايه بس بحب احيي مجلس اداره النادي الاهلي على التنظيم المثالي للبطوله، الناس كلها حاسه ان هي في بيتها والناس كلها مبسوطه، ما فيش اي عقبات قدام الناس، الماتشات كلها ماشيه في ميعادها والحمد لله. لعيبه النادي الاهلي في ناس كتير وصلت دور الثمانيه، وان شاء الله بكره يبقى عندنا اكبر عدد يعني من الناس في السيمي فاينل باذن الله. احنا دلوقتي كل اللعيبه في اعلى معدلاتها البدنيه والفنيه، وان شاء الله يعني بالتوفيق باذن الله لكل لعبتنا ونحقق المركز الاول باذن الله. كابتن ناصر على طول في اجتماعات مستمره معانا بيبلغنا دايما ان احنا لازم نبقى متواجدين عشان تنظيم البطوله يطلع بالشكل اللي يليق بنادي الاهلي، ودايما نبقى جنب لعبتنا، ولو في اي حد محتاج اي حاجه نبقى جنبه على طول.